نعم ترتي جنعم اي ان شاء الله من ورا هذا الشيء غادي تعرف جنعم فين كاينه ولا عليكم شراب اشنو هي هكا تنهضروا سخوطه شفتوا دابا هادي ملي تقولي لها هكا اش بين ندير ليها هاي نينوس بس عليكم مانيا كل شيء مزيان دابا حنايا وصلنا بزاف الميساجات كومونتيرات بزاف ام شكون تيا باباك هندي عايشه في الهند على حياتنا الشخصيه عند حنا قلنا علاش لا ما نديروش فيديو جاوبكم على الاسئله هما الاسئله عندنا على بركه الله بسم الله شحال في عمرك انتي سؤال بسيط ولا تزيد المهم انا عندي 22 عام داف البقري ما يطيب انا سميتي نور الويام كاين اللي كيعيط عليا ويام اللي كيعيط عليا نور اللي كيعيط عليا نونا الاخر شنو هي النينوس فانا كنعيط على راسي نينا اسمي هنديه يعني بيس وكتعني يعني العينين بطبيعه الحال لا حول ولا قوه كان امن اللي عويناتي زوينين بزاف يعبروا بزاف وصافي فاش كنغني واخا كنبقى سداهم باش نحس حتى حلاتهم غتدخلهم سيكينا بعو كون شتي العينين وزينت العينين كاع ما تهضري الشماليين عينين السوسيين شي زين كلها فيه حقه كل خلق الله سبحانه وتعالى ما كتعيش كنتسناك كنتسناك انت بشي حالاتك اضاري انا سي بحال انت البيره غنعطي سميه للفانز ديالي زعما سبيشال ماشي كاي سميه انا نقول علاش ندير نينا جمع عيط عليكم نينوز هنا منين جات نينوز زعما نينوز هي نتوما عويناتي هما بيس ديالي عافاك شنو كديري لدفارك حتى يطوالو اش كدير لهم سمحي لي هذا الجواب تيعنيني انا الله يحمى لي ديك سكتي ما تتشقاش ما تغسلش ما عند ما تتعجنش كدير حتى حاجه طيبو تنشقاو ماما والله الا طفري ولاو كيتهرسوا لي دغيا كدير والو هذا مواصفات اللي كدير هي غادي تكبر لي ما شيغي مني تتشري حويجات الهنود اللي فيهم كساوي طوال وكولون راه انا وايمان واحد البروجي كنجيب لكم حوايج الهنود كنجيبوهم جداد ماما اقترحت عليا واحد البروجي نديرو انا وياها اللي هو عندنا انا وماما بزاف د الحوايج اللي غاليين جيناهم الثمن مزيان وهذا كاين اللي محطوط باقي تنستعملوه علاش كاينين بزاف الناس عزيزين عليهم الهنود وحوايج الهنود ولكن كاين شي يشريوهم اولا يحيدوا ديك الشهوه انهم يتصوروا بهم وداك الشيء غنديروا هذا البروجي ان غنحطوا حوايجنا يتصوروا بهم الناس يحيدوا بها الشهوه ديالهم هذا البروجي باقي تندرسوا ان شاء الله نطلبوا نطلبوا الله يكمل علينا وعليكم حتى ان شاء الله بخير ان شاء الله بغي يكون هذا الشيء بثمن جد بسيط الناس البسطاء تنحبوا البساطه اكيد علاش الله يخلي لك ماما لكم صحيحتكم ولفتكم نضحكوا ونبسطوا معكم راه كلشي غير تنضحكوا راه ما تنهينوا حتى شي واحد وما تنجرحوا حتى واحد وما نقدروش مدمنه انا بعدا وليت مدمنه عليكم خصوصا الله يفات فاش مامك تعرفت على باباك وكيف هي تجربه الزواج المختلط بسم الله كما والله سيداتي طويله عادي انا وراجلي في الخدمه كنت مزيوده في مراكش وعايشه في مراكش وصلت لي واحد الوقيته اللي بغيت نخدم ونكون نفسي وطلعت عند خويا الرباط بحكم خويا الكبير كاين في الرباط وخدام في الرباط وطلعت عنده خدمت 2 hours later قالوا ليك زواج مختلط ما قالكش قصت حياتك نقول لك انا بغيت نعاود ليهم هما حبابي وانا حبابي ما تقوليش قصت حياتك انا شغل نقول لهم بالزربه لا راه دائما تنقول لهم بالزربه تعرفنا في الخدمه شبهه والتفاصيل انت دابا ضيعتي الوقت المهم حصل القبول شوي بشوي تعرفنا مزيان لقيتو انسان الله يعمر ليه الدار الناس القلب البياض الحنون الباشوش رفضو يخليه ليا الحياه مع راجلي بخير وعلى خير الحمد لله متفاهم متخلاق مكالمي تيقدر المواقف ما تيفرض عليكش الحوايج اللي ما بغيتيش والله يعمر ليه الدار والله يطول عمره ويخليه ليا ويحفظه ويخلي لكل وحده راجلها الله يخلي لها باها وعائلتها ما تنتمنى لنفسي تنتمنى للناس كاملين ان شاء الله هذه هي القصه بلاتنيش نعاودها كي بيت واش كتمشي للهند حنا كنمشيو لسريلانكا حدا الهند في جزيره صغيره هي منين بابا اصل ديالو كنمشيو باش نشوفو فيها العائله كينو الهند راه ما عمرنا ما مشينا ليها ويا ربي ان شاء الله يسر لينا ونمشيو كل مغنيه اللي ممثله المهم واش نتينا هنديه لا سريلانكيه سريلانكيه ما بين سريلانكا والهند بحال 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 المغرب مع الجزائر شي حوايج اللي كيكونوا مختلفين شويه ما تقلقيش ماما تيتيزا قول انا سلمى سولات how can children make their relationship with their parents better or closer يا سلمى
صاحبوا معاهم. كاين شي ظرف انك تمارسي ديالك ديال الام او البات شي وقت لانك خصك تكوني قريبه منهم ومصاحبه معاهم. يمكنش دائما تكوني انت هي الاب ولهم ضروري خصهم يحشموا منك ويقدروك ويديروا بحسابك هادشي كله. في نفس الوقت خصك تكوني مقربه منهم ومصاحبهم باش تعرفي تفكروا كيفاش عايشين شنو ما تيبغيوش. حنا واحد خلال لا خيتي معاها خليتها زعمات عليا تولا جوج ثلاثه قالت لك تيبدا تصرفقني عرفات شنو راه جوج ثلاثه بدل القرا صار ميته وصلت سريلانكا شد لي يدي راه عارفه راسها جيت ياكلوني. شحال د اللغات كتهضري؟ العربيه فرنش حيتاش قريناها في المدارس، انجلش شويه الهنديه شويه التركيه، بديت الالمانيه وحبستها وكنت بديت السبليونيه وحبستها. المهم هاد جوج خاصني نرجع عليهم. وفاش كان فاش كنت عندي 15 عام كنت كي بوبر لمت الكتابه بالكوريه ولكن واش استقريتو في المغرب؟ احنا حاليا مستقرين في المغرب ولكن ما كرهناش نعيشو في بلاد اخرى. المغرب زين اكيد هذيك بلادنا الاولى وتنفتخروا بها وعلى راسنا من فوق، ولكن على حساب ولادنا. ولادي بجوج وئام وهيثم تيكملوا قرايتهم برا يقدر نستقروا معاهم. بقاو شاكا مفروقين. تابعاني راه انت اللي تابعاني ولا سخافيا سير انت تجوجي على راسك وعطيني اتساع ديك. حنا واد ديالهم مكبرينكم. اش انت وماماك زوينين كنبغيك. هما اللي زوينين وعويناتكم اللي زينين. اي لاف يو نينوس. الناس ديالها عائلتنا الثانيه الله يعمر لكم الدار. واش عندك كنيه هنديه ولا مغربيه؟ سميتي نوردوي ان كنيتي محمد امير. ما عرفتش علاش كنشوف هاد البنت كنفرح والضحكه كتجي في وجهي بوحدها وقلبي كيرتاح. اقسم بالله الا كنهضر من قلبي هاد البنت عندها واحد القبول من عند ربي. يلاه اي لاف يو. اوه ماي جاد. يا ربي لا اخي صافي راه ما عندناش كلينكس حنا. لا شوفوا شوفوا تقراي لينا الله يرحم الوالدين. ما كنشوف ميساجاتكم كنفرح، ما كنتلاقى معاكم كنفرح، الشيء غير كنشوف ستورياتكم ولا كتهزوا الصوت ديالي وتعاودوا ديروا فيديوهاتكم كنفرح. حاجه عندها علاقه بكم كتفرحني بزاف اند والله لا شكرا بزاف. زوينه السؤال راح. كيفاش درتي باش ولدتي هاد الزين؟ شكرا انتي آه سبحان الله. وداكشي الله داكشي تيعطي الله سبحانه وتعالى ما فيهش كيفاش ولا علاش. اش راه جبت مني غير 1%. واش باباك مغربي؟ بابا سريلانكي. ماماك try this song چورا لیا ہے چورا لیا ہے تم نے جو دل کو تم میرے تم میرے شوري في عينك الخشيبات. هاي خليها دوك الخشيبات بيدخلوا لي في عيني. عاجتهم كتنا فادا كركيتانا شورا ليا. كي درتي تعلمتي الدارجه؟ اصلا واحد الوقيته كنا عايشين في الخليج فاش رجعت كنت باقا صغيره دونك تعلمت الدارجه من صغري. والهنديه صغيره وكان بابا ديما كيطلق اغاني الهنود وانا كنسمع بطبيعه الحال كنبقى نغني نشط حمام معناتو العقل الصغر. واحد النهار كنا شادين الطريق وكان تاقلو اغنيه ديال كاجراري غنيه وهو تصدم ويقول لي انت جيبي تعاودي التفاصيل وانا ما نعاودش التفاصيل. قال لي بابا وي ها صوتك زوين شنو هذا صوتك زوين. هو يقول لي وي ام شتي الا دربتي على صوتك من صغرك راه تقدري تكبري تولي بحال هاد المغنيه بحال شويه غوش بحال شي حاجه بحال هكا. تحمس ومشيت وبقيت كنتعلم الهنديه راسي ما قلت لها حتى شي واحد. نعم كثرت جن عام ان شاء الله من ورا هادشي غادي تعرف جن عام فين كاينه. ولا عليكم صايم صايم لا ولا بغيت تاكل على العصا عاد سوري. 17 عام كنحفظ الاغاني من بعد كنشوف كل كلمه شنو كتعني كيفاش هما كيركبوا الجمل بحال هكا. حتى تعلمت الهنديه علمتها مزيان بات الحمد لله. حتى قلت لبابا سربرايز وبديت كنهضر معاه بالهنديه وتصدم وفرح بزاف باش بانه الهنديه ماشي اللغه اللي كنهضروا بها عائله بابا. كيضرب التامل وكاين فرق كبير بحال قلتي الشلحه والدارجه. واش خدامه؟ لا انا كنقرا خدامه تنصرفوا عليها. امتى غادي دير خالتي رشيده الشين ديالها؟ والله الا علاش بغيت نديرها بنيتي انا مشاركه مع هاد الحادقه. فاش كتلاقى معكم صراحه كتفرح بزاف. لا والله لا تنفرحوا لان الله تيزدي حبب خلقو فينا وتنتلاقاو معاهم وتيفرحوا بينا وتنفرحوا بهم ومعاهم علاش لا. عاد كتلقاه في الطريق وتيبوسك ويعنقك من قلبه حبا في الله زوينه. What is the secret of your mother's beauty؟ والله ما عنديش سيكريت كاع اللي عندي في الدار تنطليها. يا شنو هي اكبر زبله درتيها؟ كل نهار عندنا زبله جديده حلو. هاد السؤال خليه باش ندير به فيديو تيك توك باش ما ناكلوش العصا. هادي زبله كبيره ليا اويلي بربي ني تندير لها فيديو بعدا. علميني باش نحضر راسي عرف اللي في الدار فين ما كانش الشطابه نجيبها معايا. لا ولا عي والله حتى تاكلي العصا وحلفت قدامكم بطاف.
2019. يلا بتقولها لي في 2023. تبارك الله على تيقة. الزبلة زوينة فريمون زوينة. الزبيل كاينين هي الزبيل ما فيهم الزبيل. لا لا أنا ما دايرش بزاف الزبيل في حياتي. بالنسبة لي أنا زبيل. ها هي رسات البيسي، ها هي رسات التليفون، ها هي طيحات، وها هي مودرة هادي. هادو ماشي زبيل. علاش نتوما زوينين وكتدخلوا الخاطر الله يحفظكم؟ حيت دايرين كنمشوا الفرق. وصافي. ان شاء الله نتمنوا الخير لينا وليكم والامه المسلمه اجمعين يا رب. والله الا لقينا حنا وياكم شي ساعه سعيده. تصبحوا على خير. يلا دابا الحدث. يلا زيد 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 جمعي الصالون وطي ساليتي التصوير جمعي الصالون بدات تخمم. باي نينوس.